وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين ابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب والله من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء يا أبو علي، قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففي ردت رؤوس الآن للحفر يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت فيها، خذوا تربها كحلا إلى بصري ولهفة لبنات الطه يوم رنت إلى مصارع قتلاهن الحفري ما حال النساء عندما وصلنا إلى أرض كربلاء، رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري، فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر و
منك تصرخ وجداه وأبتاه، وتلك تصرخ ويتمى في الصغر فلو تروا أم كلثوم مناشدة قلها وتلثم ترب الطاف كالعطير. ماذا تقول زينب يا دافني الرأس عند الجثة تحتفظ؟ بالله لا تنثروا تربا على قمري، لا تدفنوا الرأس إلا عند مرقدي، فإنه جنة الفردوس الزهرين. بعد يا زينب لا تخسر الدم عن أطراف لحيته، لا تخسر الدم عن أطراف لحيته، خلوا عليها خضاب الشاب والكبر، رشوا على قبري ماء فصاحبه معطش، بللوا أحشاء بالقطر. بعد لا تدفنوا الطيف إلا عند والدي، لا تدفن الطيف إلا عند والدي، فإنه لا يطيق اليوم في الصغر. عنهم العباس أبو فاضل، لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا، فالرأس منه حتى اليدان بري. أنا الخلايق ما تفارقني ولا ساعة، ترجو الجزمنا الله من مكسور الأضلاع، وتربي جعل الله شفا من جميع لو جاع من رحمة الباري ومن جوده علي. ولا ملوك ولا نبي إلا وأتاني، ودون الأراضي وعلي خصني ولفاني، تعنالي الزوار من قاصي وداني، نلت الفخر من حل أبو السجاد بي، نلت الفخر يا كربلاء دون الأراضي، نلت الشرف يا غادري بذبحة حسين، تعنالك الزوار من كل البلادي. صدق لا وين يا زوار.
الزوار قالوا الغار اسمع لا وين يا زوار قالوا أرض الكفور نزور الذي ظلوا بلا روس ولا جفور وحسين مرمي والعوادي فوقه الطور شالوا براسه وظلت الجثة رمية الأمر كله لله لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ظالميكم أهل البيت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا الحديث في مثل هذه الليلة يكون في بيان أحد المقامات والكرامات إحدى الكرامات التي ثبتت لمولانا الإمام الحسين عليه السلام وما أثير حول هذه الكرامة وهذه الحادثة من تساؤلات ومن إشكالات والإجابة عليها. وقبل أن أثير هذه الإشكالية التي طرحت على إحدى كرامات الإمام الحسين عليه السلام أقدم مقدمة تكون مدخلا إلى الحديث. أقول هنالك كثير من الحوادث الإعجازية والكرامتية والكونية والأمور الخارقة للعادة التي حدثت بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام. كثير هي حوادث كونية وقعت بعد شهادة الحسين وأمور إعجازية إن صح التعبير واقعا أنها حصلت بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام. من هذه الجوانب الإعجازية أو الكرامتية أو الكونية منها وأنا أذكر جملة إلى أن أصل إلى التي أثير عليها الإشكال وأعالجه. وهذه القضايا والحوادث التي حدثت هي موجودة في كتب أبناء العامة كصاحب البداية والنهاية وتاريخ دمشق ابن عساكر
وغيرهم من علماء أبناء العامة، فضلا عن ثبوتها في كتبنا وفي مؤلفاتنا. من هذه القضايا ومن هذه الجوانب الإعجازية أنه بعد قتل الحسين أمطرت السماء وبكت دمه، وهذا حدث تكويني حصل بعد رحيل الحسين، حتى كما تقول الرواية أصبح الناس وكل شيء قد امتلأ دما. هذا حدث تكويني حدث. حدث آخر، الحمرة الموجودة الآن ما عرفت هذه الحمرة إلا بعد أن قتل المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ثالثا، كما هو ينقل هذه القضية صاحب البداية والنهاية، ما رفع حجر ولا مدر بعد قتل الحسين وبعد شهادة الحسين كما في بيت المقدس وفي الشام إلا ووجد تحت هذا الحجر والمدر دما عبيطا بعد شهادة الحسين. بعد كثيرة هي واقعا. الذين ساروا برأس الحسين هم مجموعة جاءوا وجلسوا في مكان الرأس معلق على ذروة الرمح، هم جالسون يشربون الخمر، بينما هم كذلك وإذا بيد خرجت من الحائط وبيدها قلم من حديد، هكذا تعبر الرواية، قد كتبت على الجدار وعلى الحائط أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. ومن الحوادث التي حصلت وهي كرامة واقعا للحسين عليه السلام، هو تكلم الرأس الشريف على ذروة الرمح. من الحوادث والأمور الإعجازية التي حصلت بعد شهادة الحسين والذي سوف يدور الحديث عنها حول هذه الكرامة، هو أن رأس الحسين عليه السلام وهو على ذروة الرمح تكلم بالقرآن وبغير القرآن. وهذا هو ما ثابت عند ما هو ثابت عندنا. هنا أثيرت على هذه القضية التي يذكرها الشيعة ويعتقد بها الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أن رأس الحسين تكلم على ذروة الرمح، أثير إشكال وإثارة مفادها تقول أن الاعتقاد بأن رأس الحسين تكلم على ذروة الرمح هو ضرب من الخيال وليس له حظ من الواقع. كيف يقولون أصحاب هذا الإشكال؟ يقولون كيف لإنسان فصل رأسه عن بدنه وفارقت روحه بدنه وهو يقرأ ويتكلم على ذروة الرمح بكلمات مسموعة ومفهومة؟ كيف هذا الإشكال؟ الإنسان هكذا يقررون، الإنسان عندما يموت يتكلم؟ يقول لا يتكلم. أكثر من ذلك يفصل رأسه عن بدنه يتكلم؟ لا يتكلم. إذن خلاصة الإشكال أن تكلم رأس الحسين بالقرآن وبغير القرآن
هذا ضرب من الخيال، هكذا يقررون في إشكالهم، وهو ليس له حظ من الواقع، لأنه كيف لإنسان فارقت روحه بدنه وفصل رأسه وفرق بين رأسه وبدنه وهو يتكلم بكلمات وهو على ذروة الروح؟ هذا هو الإشكال الذي أثير على هذه الحادثة وعلى هذا الأمر. هذا الإشكال وهذه الإثارة لا ترد على هذه الكرامة الثابتة للحسين عليه السلام. وأنا أذكر في مقام الجواب جملة من الأجوبة بها يرتفع هذا الإشكال ولا يرد على هذه الكرامة الثابتة إلى الإمام الحسين. أنا أذكر جملة من الأجوبة. الجواب الأول، أصحاب هذا الإشكال يستبعدون حدوث أن رأس الحسين يتكلم على ذروة الرمح، صحيح ولا؟ الجواب نقول أن هذا الاستبعاد في غير محله، هذا من الأجوبة المذكورة. هذا الاستبعاد في غير محله، ليش؟ لأن هذه القضية ليست خاضعة للظروف الطبيعية. تكلم رأس الإمام الحسين ليس بالأمر الطبيعي، وإنما هو بالأمر الخارق للعادة، هو فوق العادة، يعني إعجاز إن صح التعبير، من عدم التفرقة بين الإعجاز والكرامة، إنما هو أمر إعجازي. هذا أمر إعجازي مو أمر طبيعي، حتى تشكل علينا ليش أنه المفروض أن لا ينطق رأس الحسين ولا يتكلم لأنه فصل رأسه عن بدنه. نقول هذه فوق الطبيعي وأمر خارق للعادة وهو أمر إعجازي، والأمر الإعجازي لا يرد الإشكال عليه في هذا المسألة. كما أنه من الإعجاز أن رأس يحيى تكلم بعد أن فصل بين رأسه وبدنه، صحيح أو لا؟ والرواية موجودة عندنا، التاريخ يقول لنا أنه بعد أن قتل ذلك الزاني الذي كان يزني بالنساء في عصر من؟ نبي الله يحيى، وقتل يحيى، تكلم رأس يحيى عليه السلام وقال اتق الله لا يحل لك هذا، أي الزنا. إذا كان تكلم رأس يحيى وهذا أمر إعجازي، من هنا أيضا نقول أن رأس الحسين تكلم وهو على ذروة الرمح، وأن هذا الاستبعاد في غير محله، لأن القضية ليست خاضعة للظروف الطبيعية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، واقعا ما أجاب به الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف، الشيخ الصدوق معروف من أساطين الطائفة، من فطاحة للمذهب الاثني عشر، الشيخ الصدوق، وين أجاب؟ حصلت مناظرة بين الشيخ الصدوق وبين من؟ وبين الملك في زمانه المسمى بسلطان الدولة. مناظرة سلطان الدولة يعرف من هو الشيخ الصدوق وأنه يعتقد بالمذهب الإمامي الاثنى عشري، يعرفه بأنه شيعي، ودار كثير من الأمور بينه وبين سلطان الدولة والمناقشات التي حصلت. هنا الذين كانوا من حول سلطان الدولة قالوا له إن الشيخ الصدوق يرى أن رأس الحسين تكلم على القناة بسورة الكهف. قالوا له الشيخ الصدوق ترى يعتقد ويؤمن بأن رأس الحسين تكلم على ذروة الرمح، تكلم على ذروة الرمح وقرأ سورة الكهف. أنا أقول لك القضية، قالوا لي سلطان الدولة، التفت إليهم سلطان الدولة قال ما سمعنا ذلك من الشيخ، ولكن لا بأس نحن نرسل إليه نتأكد
ويعتقد بأن رأس الحسين تكلم على ذروة الرمح أو لم يتكلم. نرسل إليه. فعلا أرسل سلطان الدولة إلى الشيخ الصدوق، فكتب إليه الشيخ الصدوق: لقد بلغنا ذلك. شلون يعني بلغنا من النقول التاريخية أن رأس الحسين تكلم على الرمح؟ شوف، ونحن، شيخ الصدوق يقول في كتابه: ونحن لا ننكر ذلك، لا ننكر أن رأس الحسين تكلم على الرمح. وهنا يجيب الدليل ليستدل على قدرة أن الإمام الحسين تكلم على ذروة الرمح. هو يقول الشيخ الصدوق في كتابه لسلطان الدولة، يقول: إذا كان من الجائز أن أرجل المجرمين وأيديهم تنطق وتتكلم يوم القيامة بما اقترفوه وكسبوه في عالم الدنيا، فكيف بابن رسول الله وصبط رسول الله وأبو الأئمة وسيد شباب أهل الجنة رأسه لا يتكلم على ذروة الرمح؟ هذا دليل الشيخ الصدوق. الآن الأيدي والأرجل والجلود ألا تنطق يوم القيامة؟ ماذا تقول؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن تنطق أو لا تنطق؟ تنطق. تتكلم أو لا تشهد على ما اقترفه الإنسان نفسه في عالم الدنيا أو لا؟ وهنا يقول هكذا الشيخ الصدوق، يقول: إذا كان من الجائز أن الأيدي تتكلم تنطق وكذلك الأرجل، ومن من؟ من المجرمين ومن السراق ومن القتلة، فكيف إذا كان هذا رأس الحسين؟ ومن هو الحسين؟ هو صد رسول الله وسيد شباب أهل الجنة. وده دليل آخر، دليل آخر يستدل به على أن رأس الحسين تكلم على ذروة الرمح. الجواب الثالث، الجواب الثالث أن رأس الحسين، ومن النقولات التاريخية الموجودة، ماذا قال لحامل الرأس؟ قال: نحن معاشر الأئمة أحياء عند ربنا نرزق. إذن الحسين حي أم هو ميت؟ الحسين حي، أليس هو سيد الشهداء؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. إذن الحسين حي، فكيف لا يتكلم وهو على ذروة الرمح؟ كيف لا يتكلم وهو على ذروة الرمح؟ الجواب الرابع والأخير للمطيل، الجواب الرابع أنه وردت عندنا روايات تاريخية قرابة 7 نقول تاريخية تثبت أن رأس الحسين تكلم في 7 مواطن، 7 مواطن تكلم فيها رأس الحسين. هاي نقول تاريخية موجودة. يعني ربما إذا أكبس نقل تاريخي واحد، رواية واحدة، ممكن تناقشنا في هاي الرواية في التشكيك في قضية تكلم رأس الحسين عليه السلام أو أنه لم يتكلم. ولكن إذا كان العدد يصل إلى 7، أهل الاختصاص من العلماء يقولون هذه النقول التاريخية بلغت إلى ماذا؟ إلى حد الاستفاضة. وحد الاستفاضة 3 روايات، هذا مما يبعث على الاطمئنان بأن القضية حصلت وأن رأس الحسين تكلم على ذروة الرمح. 7 مواطن تكلم فيها، 7 نقول تاريخية وموجودة في كتبنا وفي كتب أبناء العام. وأيضا ذلك المفكر المسيحي أنطوان بارا اللي كتب في الحسين ومجد في الحسين،
عندما وصل إلى رأس الحسين قال هذا الكاتب معروف وموجود كتابه يقول وقد تكلم رأس الحسين في 7 مواطن. تكلم رأس الحسين في 7 مواطن. من المواطن التي تكلم فيها رأس الحسين عندما كان يقرأ آية من سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هذا الحسين كان يتكلم هكذا، وإذا بالذي هو واقف أمام رأس الحسين التفت إلى الرأس الشريف وقال: بل رأسك يا ابن رسول الله أعجب، رأسك يا ابن رسول الله أعجب. هنا موطن تكلم رأس الحسين فيه. في موطن آخر كان يقرأ القرآن الحسين، والتفت إلى حامل الرأس وقال له: لقد فرقت بين رأسي وبدني، فرق الله بين لحمك وعظمك. لما سمع حامل الرأس هذه الكلمات من الحسين استخرج صوته وبدأ يضرب رأس الحسين بأبيه. إلى 7 مواطن تكلم فيها رأس الحسين. هذا الرأس الذي واقعا وقعت عليه الجراحات ليس في كربلاء فقط، وإنما الجراحات وقعت على الرأس الشريف في كربلاء وبعد كربلاء. الحسين أصيب بحجر أبي الحتوف، وقع على جبهته المباركة، أسالت الدماء على وجهه. عندما ساروا بضعينة السبايا والنساء ودخلوا بهم إلى الشام، وإذا برأس الحسين أمام الضعينة، وإذا بامرأة عجوز قد حملت حجر وصكت بها رأس الحسين. كل هذا فعل في رأس الحسين. هل اكتفوا بذلك؟ لا والله، عندما وضع رأس الحسين في ذلك الطشت وجاءوا به إلى يزيد أخذ مخصرته وأخذ ينكث ثنايا أبي عبد الله الحسين بمرأة من زينب وبنات الحسين وأخوات الحسين. كل هذه الجراحات على رأس الحسين. سعد الله قلب الحوراء زينب، شلون تنظر إلى رأس الحسين؟ تنظر إلى رأس الحسين وهو على هذه الحال، شلون أدخلوا الرأس الشريف على بنات رسول الله؟ لما قالوا لهم بأنه سوف يؤتى برأس الحسين، النساء البنيات ينتظرون قدوم رأس الحسين إليهم في تلك الخربة. ما إن جاءوا برأس الحسين وأعطوه لزينب، ما إن رفعت زينب المنديل وإذا بالحسين قد فتح عينه في عم زينب وهو بتلك الجراحات. تلك تنظر إلى الحسين، رأس الحسين تنادي وحسينا، وتلك تنظر إلى رأس الحسين وهي تنادي وأبتا. إلى أن وضعوه أمام طفل صغير، وضعوا رأس الحسين، ما إن نظرت إليه تلك الطفلة الصغيرة، نظرت إلى رأس الحسين نادت: وأبتا وحسينا. كأني بهذه الطفلة تخاطب رأس الحسين بحنين الوجه.
شفتك يا ابويا ابن امي جالس وانا في حجرك، ظنيت انك سالي من ضرب وجهك بالعصا، جاوب يا راس الوالي فضل. من ضرب وجهك بالعصا، جاوب يا راس الوالي. بعد هالبيت اقرأ يا حسين ردك ثاني ولن جاب لي راسك. شلون حالت الراس هاي طفلة ما تحملت يا حسين ردك ثاني ولن جاب لي راسك. مخضوب شابك بالدماء ومكسر انفاسك يا بويا وغبر وداجك، خرت وصارت تبكي من فوق راس الوالي. خرت وصارت تبكي من فوق راس الوالي. ساعد الله العوراء زينب معادي المصائب، لكن وين المصيبة؟ عندما وصلوا في مثل هذا اليوم إلى أين؟ إلى أرض كربلاء، إلى أرض الحسين. ما إن وصلوا أرض كربلاء نزلت النساء، نزلت البنيات، الكل يورول إلى ناحية القبور. من ضمن النساء امرأة جلست على الأرض، أخذت تحفر في كربلاء وهي تنادي، تخاطب كربلاء بحنين وأنين، لا بأس عيلك يا كربلاء قبر المعرس وين؟ بسايلك يا كربلاء قبر المعرس وين؟ جينا نسايل عنا المخضبة شفة، وإذا بطفلة تدور حول القبور ودمعتها على خدودها. رأتها زينب، اجت زينب الى تلك الطفلة، بنية لما لا تجلسين على القبور مع اليتامى مع النساء؟ واذا بالبنية ازدادت بكاء، قالت عم زينب هادي على قبر الابو تسجي بالعبرة، وهادي على قبر الاخو بسايلك مسلم ابويا وين؟ هذه طفلة مسلم تريد تجلس على قبر ابوها تقرا الفاتحة، ماكو قبر الى مسلم بكربلاء. ساعد الله قلب الحوراء زينب. التفتت زينب إلى الإمام زين العابدين، ابن أخي علي أين قبر الحسين؟ وين قبر أبوك؟ وديني إليه.
زياد قل لي وين قبره سجاد قل لي وين قبره بزور الأخو مهجة الزهرة وباقبله وباشم نحره وبشيل الطفل من فوق في وين قبره يا شفيع بزور الأخو روح الزكية وبقل له يا بن خير البرية جيناك لرب الغادرية بعد قوم بعجل خلف علي يا خويا ترى ما تدرقي إلى أن وصلت إلى قبر الحسن جلست على قبر الحسين ودمعتها على خدها أبا عبد الله إجيناكم أبا عبد الله من الغربة من المصايب من التعب لكن أخوي أنا على الوصية ما قصرت ويا الأيتام كلهم حافظت عليهم كلهم على راسي وعلى عيني لكن المعذرة إلى الله وإليك أخي حسين رجعنا إلى كربلاء ويتيمنا قصا خلينا لك بالغربة من واعي اسمع زينب تقل لجيتك يا خويا والحزن زايد علي ويا اليتامى دشت المجلس هدية لكن اعذرني ما اجت بنتك رقية ماتت على راسك يا نور العين يا حسين بعد وين تروح زينب وين تروح زينب وين تتوجه قالت ابن اخي خذني الى قبرك فيني يا ابو فاضل ودوني للعباس ودوني اليه خل ابكي على قبره جاءوا بها الى ان وصلت الى ناحيه الشريعه لفيناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلوا ايه وهاي الراس جبناها ومنكم نار ايه وراس حسين سمحولي تراهم كان بطشت الذهب يوم الزيارة معلوم أبو فاضل يستقبل الزوار يا لا معلوم الحسين يستقبل زوارة هاي اليوم يستقبلون الزوار من كل مكان يجوا أقرأ لك شوي هاي القصيدة أقرأ لك هاي القصيدة الحوار بين أبو فاضل بين العباس وبين الحسين شلون يستقبلون زوارة ما يا أخوي حسين زواري لفوا من سائر البلدو شلون اقدر بلا جفين اضمهم خوف يا بالاحمر اسمع يا خوي حسين زواري لفوا من سائر
اقدار بلا تشفين اضمهم خوف يا اخوي حسين اترجاك رجع لي تشفين وبالراحة يا بعد الروح شيل السهم أريد أنظر لزواري يا خويا شلون تبكي وأقضي حاجة المحتاج بحق الوالد واقضي حاجة المحتاج بحق الواحد واذا تقدر تشرفني الى قبري يا نور النور زينب لا تجي الحسين على العباس ايش قال لي والله لا اقدر ازحف جيتك لا اقدر ازحف جيتك بس اعذرني يا عباس سلام عينك سطب قلبي ومني خمد الانفاس هذا البيت عليك من الرضلة صقب صدري رضيع المين ذبح عطشا من الرضلة صقب صدري رضيع المين ذبح بيت الدعاء يا زواري أنا الحسين وأتكلم من المنحى هذا الحديث إليكم يا زوار من تروحوا كربلاء هناك هاي وصية الحسين الكبار يا زواري أنا الحسين وأتكلم من المنحى مصابي لا تفصلونا ترى العباس ما يقدر ما يتحمل ابو فاضل مصابي لا تفصلونا ترى العباس بعد ولا تخبرونه ضلوعي بحوافر خيل تتكسر ولا تخبرون عن جسمي ظل على ترب عريا ولا تخبرون عن جسمي ظل على ترب عريا يا نازلي بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا
وما أعلام ما حال جثة ميت في أرضكم تركت ثلاثا لا يزار مقامها وإذا برد الجواب ما غسلوا ولا لفوا في كفن يوم الطفوف ولا مد عليه رداء يا الله نسألك اللهم وندعوك ونتوسل إليك بحق مولانا أبي عبد الله الحسين إلا ما فرجت عنا يا الله اللهم شافي كل مريض لا سيما من خصصناهم بالدعاء اللهم من عليهم بالشفاء العاجل اللهم ارحم كل شهيد اللهم فك كل أسير لا سيما أسرانا اللهم رد كل غريب اللهم واحفظ زوار أبي عبد الله الحسين اللهم ومن أرادنا بسوء فارد ومن كادنا فكيد جماعتي الحاضرين وضم اللهم في أنفسهم فردا فردا لا سيما المؤسسين تقبل منهم هذا العمل المبارك والفاتحة تسبقها الصلوات